يعني من بعد الصلاة بيجي الصبح، يعني الصبح البكير بيجي، فبيجي علينا في أطفال نايمين، فبيهدم بالبرخسات يعني الخيام اللي قاعدين فيه البني آدم. على الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية توفير حماية للمدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وكمان توفير البنية التحتية مثل منازل وشبكات مياه وصحة وتأمين من أجل استمرار وتثبيت سكان الأغوار على أرضهم وحمايتها من الاستيطان